طيب زي ما احنا متعودين اخبار النادي الاهلي بنروح مع مراسلنا المختلفين في مقر النادي، ودلوقتي هنروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره تحديدا، وسالا حامد موجوده عشان تقول لنا كل الجديد. سالا بونجور، صباح الخير عليكي. صباح الخير يا نهاوندو، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده يعني هنكون معاكم النهارده عشان ننقل لكم يعني ابرز الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. هكون معاكم، ويعني خليني ابتدي معاكم النهارده ان شاء الله باخبارنا واخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر. يمكن زي ما احنا عارفين يعني امبارح الفريق يعني اتمرن تمرين خفيف بالنسبه للعيبه، يعني لعبوا ماتش او مباراه الاهلي او الاهلي امام نادي الاتحاد المنستيري التونسي. يمكن التمرين كان خفيف بالنسبه للعيبه اللي لعبوا الماتش، والتمرين كان قوي للعيبه اللي كانوا متواجدين هنا في القاهره. والنهارده يعني يمكن قرر مستر مارسيل كولر ان هو يريح جميع لاعبي النادي الاهلي، اداهم النهارده راحه سلبيه من التدريبات، وبكره ان شاء الله هيرجعوا يستأنفوا تدريباتهم مره اخرى على ملعب مختار التتش. ولكن التدريب هيكون في الفترة الصباحية، التدريب هيكون الساعة 9 الصبح بكرة إن شاء الله على ملعب مختار التتش، وبعد بكرة برضو التدريب هيكون في الفترة الصباحية، ويوم الجمعة إن شاء الله موعد التدريب هيتغير، هيكون بعد العصر في الفترة المسائية، عشان بعد كده الفريق يعني جميع لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني هيدخلوا في معسكر مغلق استعدادا للمباراة القادمة. ده بعد التدريب على طول عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراة القادمة إن شاء الله، واللي هتكون أمام نادي الاتحاد المنستيري التونسي، ولا تقام يوم السبت ان شاء الله في تمام الساعه 6 مساء على استاد الاهلي والسلام. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح من كره القدم لكره السله وبعثه فريق نادي الاهلي لكره السله اللي حاليا متواجدين في دوله الكويت. يمكن رجال كره السله النهارده هنا هوندو يا كريم عندهم مواجهه ومباراه قويه ومهمه في البطوله العربيه في الدور ال 16 النهارده ان شاء الله، عندهم مباراه مع نادي اهلي حلب السوري، واللي هتقام النهارده ان شاء الله الساعه 12 الظهر ده بتوقيت القاهره، والساعه 1 بتوقيت دوله الكويت. والمباراه دي هتكون في الدور ال 16 من البطوله العربيه المقامه حاليا في الكويت، واللي هتمتد لحد يوم 15 من شهر اكتوبر الجاري. يمكن خليني كمان اطمني كان هوندو يا كريم على حالة الفريق، يمكن أحصائية يعني لاعبي النادي الأهلي لكرة السلة يعني جيدة وكمان مطمئنة. يمكن يعني الأكثر تسجيلا للنقاط هو عمرو زهران، يعني لاعب الشاب للنادي الأهلي، وكمان الأكثر يعني ستيل والأكثر ريباوند البوب إيهاب أمين، والأكثر أسيست لاعبنا والمحترف والتر هودج. فيعني لاعبي النادي الاهلي والقوائم الاساسيه للفريق يعني في حاله مطمئنه وجاهزين بشكل قوي لمباراه اليوم. كمان يعني كره اليد في النادي الاهلي، يمكن يعني خليني اقول لكم ان منتخبنا الوطني منتخب مصر لكره اليد يعني استدعى 8 لاعبين من القوائم الاساسيه لفريق النادي الاهلي، وهم يعني في حراسه المرمى عبد الرحمن حميد وعبد الرحمن فيصل، احمد خيري، محسن رمضان، ومهاب سعيد، ابراهيم المصري، عمر كاستيلو، واحمد عادل دوله. يمكن 8 لعيبه دول تم استدعائهم في قائمه المنتخب المصري استعدادا لمواجهتي البحرين الوديتين، واللي هتقام ان شاء الله في البحرين يوم 14 ويوم 15. ويمكن يعني لاعبي النادي الاهلي هيكونوا مع منتخب مصر في اليومين دول يا هواندو يا كريم، وبعد كده يوم يعني 16 مساء يوم 16 ان شاء الله من الشهر الجاري اتجهوا من البحرين لمدينة دمام في المملكة العربية السعودية استعدادا يعني ل يعني مواجهتهم مع فريق الأول لكرة اليد، يعني فريق نادي الأهلي لكرة اليد، هيستعدوا للمباريات القادمة في بطولة سوبر جلوب أو بطولة كأس العالم لكرة اليد اللي هتقام إن شاء الله في مدينة دمام من يوم 18 حتى يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري. ويمكن ان شاء الله يعني اول مباراه لنادي الاهلي هتكون يوم 18 امام نادي مودر السعودي، وبعد كده تاني يوم هتكون يوم 19 امام نادي بنفيكا البرتغالي، وان شاء الله يعني اللي هيكون متصدر مجموعته او اول المجموعه هيتاهل لمباراه السيمي فاينل او النصف النهائي من بطوله كاس العالم لكره اليد 2022. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لكم ان كره السله سيدات النهارده ان شاء الله عندهم تمرين من الساعة 7:30 للساعة 9:30 عشان بكرة إن شاء الله عندهم يعني أول مباراة في مشوارهم في بطولة الدوري المرتبط لكرة السلة سيدات، واللي هتقام إن شاء الله يعني أول مباراة ليهم هنا داخل مقر النادي الأهلي في صالة الشهداء بمقر النادي. ويمكن أول مباراة هتكون مع نادي مدينة نصر الساعة 8 ده بالنسبة للفريق الأول، وقبليها هتكون الساعة 6 مباراة يعني الأهلي أيضا ومدينة نصر، ولكن هتكون يعني فريق المرتبط ناشئات النادي الأهلي 18 سنة عشان ده دوري المرتبط
مرتبط، يعني بيكون في فريق اللي مرتبط وفريق الاول بيلعب الاول مرتبط بعد كده بيلعب الفريق الاول. فان شاء الله يعني المباراتين هيكونوا الساعه 6 والساعه 8 داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن دي انا هواندو يا كريم كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا بتمنى التوفيق لجميع فرق النادي الاهلي وطبعا الفريق الاول لكره القدم في مواجهته امام نادي اتحاد المنستيري التونسي المباراه القادمه. والان العوده مره اخرى للاستوديو، طبعا الكلمه ليك انا هواندو، اتفضلي. نشكرك يا سلا كالعاده على هذه التغطيه الرائعه.